اليونان خرقت قواعد الخطة التقشفية المفروضة من قبل ترويكا الأوروبية، فهي لم تنجح بتخفيض عدد الموظفين في قطاعها العام بالنسبة المطلوبة، حتى أن عدد الموظفين في قطاعات الصحة، الأمن والثقافة شهد ارتفاعاً. مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد عن 1,000,000 شخص، أي أكثر من 10% من السكان، قامت الحكومة بتوظيف نسبة أكبر من النسبة التي وعدت بها في القطاعات العامة. لذلك فإن عدد الموظفين في القطاعات العامة هذا العام تراجع بمعدل أقل من المعدل المفروض. إنه وقت حساس بالنسبة لليونان، يقول وزير التنمية اليوناني ويضيف: نحن نحتاج إلى نفض الأجواء الحالية، ولن نقوم بذلك، ينبغي أن نعاود التفاوض مع الترويكا. الحكومة الجديدة تهدف إلى إيقاف تسريح الموظفين ومنح اليونان عامين إضافيين للوفاء بالتزاماتها المالية، ما يشكل مؤشرا لدى بعض المحللين على محاولة تملص اليونان من خطتها التقشفية.